على المباشر طبعا عملية فتح الأظرفة. معنويات مليحة. الامتحان ماهوش نظن باللي الظروف راكم تعرفوا تاع الوباء، ولكن الحمد لله انا شفت باللي اخذوا كل الاحتياطات باش حماية الصحة نتاعكم، وانا جيت يعني قصدت على النبأ، وان شاء الله الامور تفوت يعني باحسن الظروف. من ناحية النفسية ما تقلقوش، الامتحان هذا تاع البكالوريا و 50% من ناحية المعنوية، تكون عندكم كثير من المعلومات بصح كيعود واحد المعنوية متقلق نو فو با، خاصة أنا جيتكم اليوم لازم تكونوا مطمئنين. إن شاء الله بربي إن شاء الله تنجحوا. وقال لك يوم الامتحان يكرم المرء ما كملهاش، ستكرمون إن شاء الله وتنجحوا، والتجربة هذه تتذكروا كي تكبروا تقولوا في عام الكورونا فوتنا الباك. إذن بالتوفيق إن شاء الله، والأساتذة هم لهنا يعملوا بارك الله فيكم. سيد رئيس المركز والأساتذة بارك الله فيهم، وحتى من جانب الأمني شفتوا كيفاش قاموا بالواجب، من جانب الصحي عطينا كل الظروف، ويظهر لي الان نفتحوا عندنا الوقت باش نفتحوا على 8:30. مازال 8:30 مازال غير ويليت. معليش نجدد الترحيب بمعالي وزير الاول وكذلك وزير التربيه والحضور، ونضيف للسيد معالي الوزير الاول تبقى لكم كذكرى باللي عقبتوا البكالوريا في مرحله صعبه جدا، مرحلة الكورونا، وكذلك راح نفتح عندكم الموضوع وهذا يعني تبقى لكم كذكرى كذلك، وبحضور السيد معالي الوزير الاول وكذلك وزير التربيه والحضور الكريم. انا امين ان شاء الله ان شاء الله. انا ثاني اتذكر العام اللي عقبت البكالوريا 73 زرنا وزير ما نتذكرش الاسم تاعو، ولكن زرنا وزير هذاك الوقت هذاك، ونجحنا وكبرنا وشبنا وصبحنا وزراء، حتى انتم ممكن واحد منكم يخرج ان شاء الله عالم كبير ولا عالمه. الانسان يخدم فقط ويبش الاهل تاعكم ثاني والوالدين تاعكم يطمئنوا. اذا لازم تجيبوا ديما الجانب الايجابي في الدنيا هذه، حتى هذه التجربه هذه نتاع المرض هذا يقول لك الازمه تريد الهمه. فساعات في بعض الاحيان يقول لك عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، ربما هذه جات باش تخلي الناس واعيين بالصحه نتاعهم وبالوقايه فهمتي. اذا كي تقعدوا مريحين وتنداك ديروا درس حول انعكاسات كورونا على المعنويات للمواطنين والمواطنات. بارك الله فيكم. اذا سنسرع في فتح هذا لازم شاهدين ان شاء الله. تفضل ابني تفضل تفضل معنا. تفضل بنيتي اول حاجه بروتوكول صحي تعقيم راكبي بنتي عقم يديك. عقلينا بنتي الماده اللي عندها من الان. هذه الصور التي رصدها التلفزيون الجزائري مع اشراف السيد الوزير الاول ورفقه السيد وزير التربيه على انطلاق امتحان شهاده البكالوريا قبل نصف ساعه من الان. بفتح الكيس وهو مغلق ومحكم الاغلاق. نعاونكم شويه. كيف اسمك بنتي؟ مزيد صفاء. الله يبارك صفاء. وانت؟ شعيب. يعطيك شعيب صحيح. يظهر لي راك متحزم يا شعيب. المادة اللغة العربية وآدابها، عندنا الشعب المعنية تسير اقتصاد علوم تجريبية رياضية تقني رياضي، وزائد يوم الأحد صباحا 13 سبتمبر. أبنائي تفضلوا اجلسوا. عقم ايدك ولدي. بنتي تعالي. عقم ايدك. ايوه
الجزائرية. نتابع على المباشر وقوف السيد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بعنابة على عملية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا قبل نصف ساعة من الآن. بديت ريحوا معكم حصة كم ريحة؟ أنا بديت شوية حتى أن الخط وثم الخط. أنا راني أستاذ جامعي، أنا عندما نشوف الورقة مش مكتوبة مليح نقول نحي 4 ولا 5 نقاط من البداية. إذن أعدوا الخط نتاعكم باش الأمور تكون واضحة، خاصة مادة اللغة العربية. ها ربي يكون في عونكم إن شاء الله. إذن الأوراق تفتح بدون حضور الصحافة طبعا. ها نعرفكم انتم تشتيو السكوب هذاك، تشوفوا الموضوع. اذا مع السلامة. ها وبلا ندامة. أشرف السيد الوزير الأول رفقة السيد وزير التربية على انطلاق عملية، طبعا انطلاق الامتحان من ولاية عنابة، وكانت كاميرا تلفزيون قد رصدت قبل نصف ساعة انطلاق الامتحان. متوسطة شريف العربي بعنابة أعطى السيد الوزير الأول إشارة انطلاق هذا الامتحان. عشنا ربما نفس الأجواء التي نعيشها وقد عشناها، يعني مسألة ربما فتح الأظرفة تطبيقا لقواعد المصداقية والشفافية.